السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي شهيوات غزلان مع فيديو جديد وصفة جديدة إن شاء الله اللي غادي نوجد معكم اليوم طرطة باردة. ندوز المقادير، غادي نستعملو كاطو أوريو والفرماج مربع، ونستعملو القرقع مهرمش ودانون طبيعي وبيسكوي اللي عندكم توفر في الدار، و 12 قطعة تاع الشيكولا البيضاء، وحليب مجفف، الزبدة مذابة، ونصف لتر من الحليب، وقهوة سريعة الذوبان فقط للتزيين، وفلو كراميل. وندوزو للطبقة الأولى. بالنسبة للطبقة الأولى كنحتاجو 18 قطعة من كاطو أوريو. غادي نطحنو، ما نطحنوش مزيان، نخلي فيه شي طريفات باش تجي البنة تاع أوريو زينة. بعد ما طحنا الكاطو غادي نخلطوه بالزبدة شوية بشوية. نزيدو معاه القرقاع، ونوضعو في المول ديالنا. وضعوا ونثبتوها هكا مزيان. نضغطوا عليها مزيان حتى تشد لا فورم ديال المول وتولي طبقه مستويه، ونوضعوها في الثلاجه بلا ما وجدنا الطبقه الثانيه. وضعنا نصف لتر من الحليب، غادي نزيدو عليه زوج فلو كراميل، ونزيدو عليه 12 قطعة من الشيكولا، ونديروها فوق البوطة تذوب مع التحريك. بعد ما وضعنا فوق نار، نديرو النار هادئة ونبقاو نحركو حتى تذوب معنا الشيكولا. نوصل لدرجة الغليان غادي نحيدهم فوق النار ونديرو في الخلاط الكهربائي. نحطو الخليط في الخلاط الكهربائي، وخصو يكون يستحمل شويه تاع السخونيه. غادي نزيدو عليه 5 تاع القطع تاع الجبن، نزيدو عليه 2 معالق كبار تاع الحليب المجفف، ونزيدو عليه كاس دانون طبيعي، نزيدو عليه 8 تاع القطع تاع البسكويت. ونمزجو الخليط كامل. بعد ما طحنا الخليط غادي نوضعو صفاية، وغادي نصفيو ونحاولو نسرعو شوية لحقاش راه في الساع كيجمد معانا. الطبقة الثالثة غادي نوضعو كاس تاع الماء في القياس تاع الكاس تاع العنبة، ونوضعو فلو كراميل ساشي كامل، ونوضعو معلقة صغيرة من قهوة سريعة الذوبان. ونخلطو الخليط كامل مع التحريك، ومن بعد غادي نوضعوه فوق طبقة ثانية للتزيين. بعد ما غلى غادي نقلعوهم فوق النار، وغادي نخليوه يبرد غير واحد شويه لحقاش راه في الساعه كيجمد، وندوزو للتزيين. غادي نزينوهم بقطع اوريو وشويه نتاع القرقاع. غادي نوضعو الخليط اللي وجدنا،
ونوضعوها في الثلاجة مدة 2 سوايع. هو الشكل النهائي ديالها البنات، شوفوا كيف كتجي من الداخل، بنينة ورائعة بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها، واللي مازال ما اشتركاتش في القناة نتاعيت اشترك ان شاء الله، وتفعلوا الجرس راه غادي يوصلكم كل جديد نتاعي ان شاء الله.